السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 3 ديال فرض من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، بناء على الطلب ديالكم والطلب ديال مجموعة ديال المتتبعين والمتتبعات ديال صفحة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري وكذلك قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قررت أنني ندير واحد السلسلة ديال فروض المرحلة الثالثة الخاصة بجميع المستويات الابتدائية إن شاء الله، وكنت بديت بالمادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوي الخامس والسادس، اليوم المستوى السادس بالنسبة للنشاط العلمي عندي النموذج رقم 3. بعد ما درت النموذج رقم 1 والنموذج رقم 2، اليوم النموذج رقم 3. اللي باقي ما تفرجش في النماذج اللي ديجا لحت في القناة يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقاهم يتفرج بتأني، واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب اللي غادي يكون عندكم في الديسكريبسيون. مرحبا بكم. إذا النموذج رقم 3 ديال مادة النشاط العلمي عندي فيه 4 ديال الأنشطة كما العادة، 3 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. نبدأ بالنشاط رقم 1 واللي عليه 2 ديال النقط. أصل بخط، عندي هنايا التنافس، التعاون، الافتراس، التطفل، اللي هما العلاقات أو التفاعلات الغذائية الموجودة داخل الوسط البيئي. وهنا عندي التفاعلات البيئية التي تؤثر سلبا على التوازن البيئي، التفاعلات البيئية التي تؤثر إيجابا على التوازن البيئي. إذا التنافس أول حاجة خصنا نعرفوا هاد العلاقات الغذائية، كل علاقة شنو هي كتعني. العلاقة ديال التنافس علاقة بين مجموعة من الكائنات من نفس النوع، واللي كتكون على إما المسكن إما الغذاء، يعني واحد العلاقة ديال التنافس ما بين واحد الكائنين حيين من نفس النوع كيبقاو يدابزوا على ايش، على الماكلة ولا على المسكن. تعاون، التعاون هي علاقة منفعة بين طرفين، بحالاش بحال النحلة والزهرة. النحلة والزهرة بجوج بهم متعاونين وبجوج بهم عندهم المنفعة، يعني منفعة الطرفين. بالنسبة للافتراس، الافتراس هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي، وكتخلص الوسط البيئي من ذاك الكائنات أو من ذاك الحيوانات الضعيفة وكذلك المريضة، يعني تخلص جماعة الوسط البيئي من الأفراد الضعيفة والمريضة، وبذلك يتم تثبيت أعداد الفرائس اللي فيها المواد الغذائية. بالنسبة لعلاقة التطفل، هي علاقة بين كائن حي يسمى المتطفل وآخر كيتسمى المضيف، هذاك المضيف هو اللي كيتضرر. إذا دابا نعرفوا شكون هي التفاعلات اللي كتأثر سلبيا على التوازن البيئي، شكون هي التفاعلات اللي كتأثر إيجابيا على التفاعل البيئي. إذا التنافس قلنا كيحدث واحد التنافس أو واحد الدباز ما بين جوج ديال الكائنين حيين في نفس النوع على المسكن ولا على المأكل، وهادوما ملي غيتنافسوا غادي يحدث جروح ويقدر يموت واحد فيهم، وبالتالي يتضرر الوسط البيئي، وبالتالي هي علاقة أو تفاعل بيئي يؤثر سلبا على التفاعل أو التوازن البيئي. مزيان، ندوزو للتعاون. التعاون قلنا علاقة منفعة بين الطرفين، إذا هي علاقة تؤثر إيجابا على الوسط البيئي. ندوزو الافتراس، الافتراس هي واحد العلاقة كتخلص الوسط البيئي من الأفراد الضعيفة والمريضة، وبالتالي هي تفاعل بيئي يؤثر على ويؤثر إيجابيا على التوازن البيئي. ندوزو التطفل، التطفل كاين هي علاقة منفعة لطرف واحد، وبالتالي إذا هي علاقة تؤثر سلبا على الوسط البيئي، بحيث يقدر يحدث واحد الانقراض ديال بعض الكائنات او لبعض الاصناف. اذا التنافس والتطفل هما تفاعلات بيئيه تؤثر سلبا على التوازن البيئي، والتعاون والافتراس هما تفاعلات بيئيه تؤثر ايجابا على التوازن البيئي. ندوزو الان النشاط رقم 2، انتبهوا معي. نشاط رقم 2، اصنف العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه التي تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. اذا هنايا عندي مجموعه من العوامل، غادي نصنفوها الى عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. طبيعه الحال حنا قلنا بانه التوازن في وسط بيئي شكون اللي اثر عليه، كيأثر عليه عوامل طبيعيه يعني من صنع الله سبحانه وتعالى، وعوامل بشريه يعني من صنع البشر، من صنع الانسان، وهي سلوكات يقوم بها الانسان وتؤثر سلبا على التوازن البيئي. اولا نبدا بالصيد الجائر. الصيد الجائر هو الصيد بكثره، واش هو عامل طبيعي ولا عوامل بشريه؟ اذا هو من عوامل بشريه. إذن الصيد الجائر، الصيد الجائر. التصحر، التصحر هو عامل طبيعي، تصحر
واللي كيتم ملي كيكون ما كاينش الشتا بزاف. ندوزو للصيد الجائر. الصيد الجائر هنايا عندنا بحال كررت الصيد الجائر، يعني هنايا الرعي الجائر، نقصد بناء الرعي الجائر. الرعي الجائر هو عامل بشري، الرعي الجائر. ندوزو القنص الجائر. القنص هي عملية القنص، وحنايا كنعرفو بأن القنص عنده واحد الفترات، إذا القنص الجائر هو عامل بشري. القنص الجائر صافي. بالنسبة للفيضانات، الفيضانات هي عوامل بشرية. الفيضانات والجفاف كذلك هو عامل طبيعي. إذا الجفاف، إذا التصحر، الفيضانات، الجفاف من العوامل الطبيعية التي تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. الصيد الجائر، الرعي الجائر، القنص الجائر، قطع الأشجار إلى غير ذلك، هذه كلها عوامل بشرية تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. غادي ندوزو الآن لاكتيفيتي 3 كي اون فرونسي، سويف افيك موا. اونتور لا ريبونس جوست، غادي ندور على الجواب الصحيح. لي بلونت فيرت سون ابلي دي برودكتور كار. لي بلونت فيرت يعني النباتات الخضراء تدعى منتجة، يعني بروديكتور منتجة. علاش كنسميوها منتجة؟ واش حيت ال برودويز لي فروي، حيت كتنتج لنا فواكه او الثمار. ال فابريك لور نوريتور، كتصنع الغداء ديالها بنفسها. ال فيف دون لو سول، يعني كتعيش داخل التربة. اذا لي بلونت فيرت سون ابلي دي برودكتور كار، هي كتسمى منتجة لأنها تصنع غذاءها بنفسها. وبالتالي لي بلانت فيرت سون ابلي دي برودكتور كار ال فابريك لور نوريتور. ال فابريك لور نوريتور. دوزو النشاط الرابع اللي كيتعلق بصحيح او خطا، انتبهوا معي دائما. اذا اجب بصحيح او خطا، اجب بصحيح او خطا. اذا العبارات عندي جوج ديال العبارات، هنا كانت العباره صحيحه ساكتبه صحيح، واذا كانت خاطئه ساكتبه خطا. التنافس علاقه منفعه بين الكائنين، اذا التنافس هي واحد العلاقه غذائيه تحدث ما بين كائنين، لكن هي ليست علاقه منفعه. وحنا قلنا في النشاط رقم واحد بان التنافس هو من التفاعلات البيئيه التي تؤثر سلبيا او سلبا على التوازن البيئي. اذا هذه العباره خاطئه، خطا. هنايا اللي هي علاقة منفعة بين الطرفين، إذا هي التعاون. تسمى الحيوانات العاشبة بالمستهلكة من الدرجة الأولى. الحيوانات العاشبة تسمى مستهلكة من الدرجة الأولى، صحيح، لأنها تستهلك ماذا؟ تستهلك النباتات الخضراء. وحنا عندنا واحد سكسيسيون، يعني متتالية، عندنا هنايا نباتات خضراء، ياك، اللي كتمشي هنايا حيوانات عاشبة، وهنا ندوزو هنايا حيوانات لحمة، حيوانات عاشبة، حيوانات لحمة. هذه شنو كتسمى؟ النباتات الخضراء كتسمى منتجة، ياك. حيوانات عاشبة تسمى مستهلكة من الدرجة واحد، وهنا كتسمى مستهلكة من الدرجة جوج. غندوزو السؤال الثاني في النشاط رقم 4، ترجم الكلمات التالية. هاد الكلمات هادو عندنا كلمة بالعربية غنترجمها للفرنسي، وكلمة بالفرنسية غنرجعها بالعربية. مفترس، دونك مفترس هو بريداتور. لو بريداتور هو المفترس. ميليو مارين اللي هو وسط بحري، مفهوم. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية، المستوى السادس ابتدائي، مادة النشاط العلمي، وبالضبط النموذج رقم 3. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.